طيب السؤال الثالث، ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة: ما أطلبك من بلد، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك؟ والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سنده حسن. سنده حسن. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وإياكم، الله يحفظكم.